يا شباب وال وال تعال تعال خالد والله ماني بخاف منها هذا جالس ياكل ولا لا ياكل ولا لا 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 ما تاكل عطنا 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 يا رجال هات بس كفو يا علي كفو يا علي يا علي لا تروح فيها يا علي علي ذا علي 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 وين راسه علي 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 تعصر ها علي تعصر اي تعصرك يا علي الحين انت والله يقش وش يقول يا علي الحين الكاميرا وين يا شباب الكاميرا وين يا شباب كنترول ها الكاميرا وين اللي وراي يا سلام يا سلام حمد وين الشباب يا حمد موجودين انا جاي على هواك اليوم وينك يا حمد والله موجود شوف الله كيوت كيوت هذا جو حمد ترى لا لا الله يبقيك هلا خلور ازمه ازمه دقيقه اثبت 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 الله لا لا وانا وانا الشجاعه يا حمد ترى قول شباب ايش هذيك ابن سعد فكني فكني من يا سلام يا سلام دول قامع عقب حاله عقب حاله عقب حاله بسم الله الرحمن الرحيم فاز اي بي فاز هذا كاميرا كاميرا خليك هنا فاز اي بي فاز اي بي من الزال شو رايكم اي والله بطل اسمع اسمع صوته وراك لا 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 انا 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 الله استغفر الله حمد والله انت امسك رقبتك دقيقه بيدخل راسي حمد على طول استغفر الله تعالى انا عرف معلومه الافاعي تشم ريحه الخوف ها لا مو لا لا العين على حسب العين على حسب العين حلو اذا كانت دائريه تكون اليفه اذا كانت خطا اذا كانت سداسيه عين هذه اعوذ بالله هذا اثبتت معلومه الخاطئه اللي عندك وايش المعلومه الصحيحه ما لها دخل هي العيون الدائريه او غيرها احنا جبنا لك اليوم مختص يا حمد يغير المعلومات اللي عندك الله الله ها الله دقيقة حلو دخل يدك هنا حمد يا سلام يا حمد اقوم يا حمد انا انا تحت خل هنا 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 وجهك الكاميرا هذه حمد يا سلام يا سلام والله شعور جميل اشجع واحد ايوه عطى 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 فوز والله شعور جميل لا ما تعرف ما ابي ابي معلومه ابي معلومه اللي هي كلمتها ينزل شو اسمه جلدها الجلد على حسب التغذيه ما في وقت محدد حسب التغذيه ونسبه الرطوبه والعمر حق الثعبان نفسه يا سلام وشلون تشددها هل من الارض او انه من نفسه هو من نفسه سبحان الله تبدا اول شيء طبعا الثعبان عشان يبدل الجلد يبهت لون الجسم كامل والعيون تصير باهته تصير زرقاء نقول عليها هي او بيضه ضبابيه بعد لمده اسبوع والله تقريبا حمد بطل والله والله حمد بطل لمده اسبوع بعد تعال بترجع لونها الطبيعي حلو يومين ثلاث ايام بعدها مره ثانيه تصير باهته اكثر من اول وسبحان الله كله يصير في يعني الجلد حقها يصير هش تبدا تقشر عادي من عند الفم ايوه من عند الفم من الوجه كذا لين اخر شيء تبدا تنفك شوي شوي روح حلو نعرف يا ربي رباه يا سلام عليك يا بطل والله بطل حمد والله بطل عرفت المثل هذاك اللي يقول ايش اسمه اللي يقول والله ما سويت شيء ويشرب ماي فهمتوا انت اضحك اضحك يلا كذا يلا تبون شيء وين رايح ودى الكنترول اسمع صوتك وعندي خطه ها في شباب راقدين لا 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 صوتك انت انت لا 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 والله ذكي بالله صحهم بس بدون الثعبان ابغاهم يحضرون معي ابشر والله الحين بس بدون لا 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 بدون الثعبان بدون الثعبان بس بس عطى عبد الرحمن لا والله لا تخلي كيوت اي نعم
صراحه يا ابو عبد العزيز الله يسعدك، حلقه جميله الله بجمالها بتواجدك معنا بتواجدك معنا الله يسعدكم. طبعا يا شباب للمعلوميه والمشاهدين الكرام، جميع الحيوانات المقتنيه عند حيوانات الغابة كل الحيوانات لها تصريح، كل حيوان له تصريح، حتى الضب يا شباب عندهم الضب له تصريح. انا سالتهم عن قيمه الضب، قال الضب قيمته ب 700 ريال عشان معه تصريح، بتصريح فكل حيواناتهم مصرح عشان لا يقلب علينا. ابو منير تشترون مني ضبان واجيب لكم ضبان؟ اذا مصرح اي مصرح والله اجيب لكم ضبان تشترون مصرحه من الحياه الفطريه لازم تكون. انا بعطيك ب 400 لبيه سم اوجد البرق تصريح اني بطلع تصريح ماني دخل فيكم. يلا عبد الرحمن حط عليك عشان في شوكه ناخذ صوره لعبد الرحمن. ترى الصورة هذه ب 300 ريال الصورة. يا حليلة ها عبد الرحمن تبغى يلا وجه ما بي ما نقدر نتحكم ما نقدر نتحكم العين فيه والعين فيه شره. يا حليلك عبد ما بي تعال ابن مفلح ولد ما تقول الله ابن الحلو. كافو بداح والله وناسه مؤدب اي والله شفت الحياه راقدين في المسجد بروح اقعدهم الحين. يلا تعال خله يمنعني في وجهه ابن مفلح رده كذا لازم تتصرف كانك شجره عشان احس انك اذا كذا ابن مفلح ما عليك ازهل يلا يكفاني شر انت ما تثق فيني ما اثق بعض الاحيان انا قد اثق في واحد يا ابن الحلال من عين في وجهك تاه الله يسعدك الله يسعدك عطني 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 يا منعني 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 يود بس انها ما عليك عطني اياها يا عطى ابو عبد العزيز عبد الله سم حطه هنا على رجولي حطه هنا على رجولي وروح جيب الحيوانات ادري بعد انت اللي كنت تبي متعب ولا متبقيه يا ابو عبد العزيز لبيه انا قاعد معنهم والله تعال ما قدر الا توه لا نقدر نحطه على النجيله طيب عادي بس اني لازم اكون معه طيب جيب الباقي جيب الباقي يلا انا اتابع مال صغار لا تخافون الافضل انك ما تثبته قاعد الشباب اي خله براحته والله قاعد قدم يلا يا شباب جيب الصغار جيب الصغار شباب قوم يلا انا اقول يلا قوموا ابو عبد العزيز جايب لنا حيه يقول يلا تعالوا كلكم فؤادي قم ابشرك خذيت نجم الجمهور قم ما في شيء جديد اليوم خذها نجم الجمهور لا والله شيء قم يلا تعال متعب انا خبرتي دقائق يلا اي والله الموت طبعا هذا المتبعي لا اله الا الله عن اللي يقولون سبحان لا هذه سبحان الله هذا سام ها اتكلم لي عن العنكبوت هذا العنكبوت موطن المكسيك لا يا طلعتك وش فيكم يا شباب لا في يده بس لا يحط رجله لا حط الرجله هذا البشبش هذا شو اسمها البشبش لا ايش اسمه شبث قصدك شبث لا اقول البشبش ما ادري وش اقول طيب هذه بالاساس طبعا الكاميرا وراه مين هنا يا شباب عشان يا ربي يقربونا على العنكبوت هذا معانا حلو العنكبوت هذه هل هي سامه يا هذه سامه لكن سمها ضعيف يعني مجرد الم او حرق مثل يعني قرصه النحله تقريبا يا سلام أيوة. يا سلام الان اللي تشوفونه هنا هي وسيلة الان كذا إيه؟ تهدد هي الان ايوه تهدد اني ما اقدر اشيلها حلو اي انت كيف تشيلها كيف طريقه حملها الان الحين شوف انا بحاول اني اجيها من ورا شوف ايه؟ تلف بتلف اي يا ربي يا رب
بسيط. انا في وجه الله. اي نعم. علي انت شيء بسيط. علي تعود عليه، وين تقرص معه؟ هذه انيابها. شوفها. اللي فوق ولا اللي تحت؟ سبحان الله. ما اخذ الا من الله. دقيقة. يبغى له هداوة يا علي. هذه التبديل حقها. الآن لسه مبدل زي التعبان. لسه مبدل الجلد حقها. شوف هذه انيابها. لا لا. اسنون بعد ما طيب. هذه الانياب. هذا قطع خيار. ايوه. يا رب. تشليح يا رب يا رب. هذا والله الموت. يا سلام يا سلام. طبعا هذه تقول موطنها وين؟ هذه المكسي عشان نركز بس. هذه طبعا اسمها، طبعا هي بالاساس نقول احنا عنكبوت، لكن هي بالاساس روتيلاء. روتيلاء. ايوه الروتيلاء تجي تختلف عن العناكب، الروتيلاء لها شعر. العناكب تجي احجامها اصغر بدون شعر. هذه روتيلاء. هذه الروتيلا. ايوه هذه اسمها. اسم هذا انجليزي ولا عربي؟ لا هذا العربي. الروتيلا. ايوه الانجليزي ترانشولا. حطها في يدك هنا عشان توضح في الكاميرا. هنا. ايه الروتيلا. ايوه يخليك ثابت شوي. الروتيلا هذه. ايوه انا كنت احسب فيلم كرتون من الخيال، اثرها صدق. ها فعلا. اشبه اشبه. اي هذه المكسيكيه، هذه الريد اند وايت. حلو خذ راحت. توها مبدل الجلد. ايوه نعم. طيب هل الحشرات كذلك عندكم انتاج وتزاوج ولا؟ نعم العناكب هذه من انتجناها عندنا. هذه العقارب. عفوا العقارب. ايوه العقارب. يسمونها فرعونيه. من اللي حاب يشيل العنكبوت؟ خلنا افضل على العقرب. طيب هذه كيف؟ هذا بيقرص؟ هذا هو لان الحين متوتر. متوتر رجل، خله فكنا منه. لا هذا ما يكمن، انا بمسك. لا 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 علي علي الرصام قطع عنه. كافو كافو يا رجال، تحسبني خايف. كافو يا علي كافو. اشهد لا اله الا الله. كافو اشهد لا اله الا الله. كافو يا علي. يا ولا لا اله الا الله. يقول يا الله. يهددك يا علي. قول الكرم يا الله. علي 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 علي. الكاميرا هنا. يا سلام. عقب عبد الله. هذه الان الروتيلاء. ايوه اسم عربي روتيلاء. نعم والله معلومه اول مره اسمعها. قد سمعت بها يا عبد الله؟ قد سمعت بروتيلاء؟ ها هذه قامت تمالص. هذه 1003. هذه قامت تمالص 1003. وين روحت؟ قامت تمالص هذه. ما ادري وين راحت. دي ب 1300. كم بكم هذه؟ ب 1300. بل ب300. نعم لا اله الا الله. وش سيبه؟ هل فيه هوات الاشياء هذه عندكم؟ نعم سبحان الله. كثير. اي والله ترى بتجيك بتاكلك يا خالد. عندي سؤال، وش فائدتها يوم اشتريها؟ زي الحين اقرب حيوان للزواحف السمك. السمك لا الحين السمك اللي يحط حوض سمك في البيت ما منها فائده. السمك عبد العزيز. ايش اسمك انت؟ عبد الله. عقب عبد الله. هذا ايش؟ المخالب. هذا لا هذا التراب نفسه. لا 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 التراب التراب. علي لا تسوي قهوه راح اجلس. تحسبني خايف. هذا العقرب بس. يا سلام. طبعا هذا مع تصريح الان. هذا نعم حتى هذا مصرح. كل شيء مصرح الان. امتنع فيها. اخوي جوازي من فيها. اخوك يا صبي انا احس شيء جا برجلي. اضحك عليك. طلبة تكفى خلاص خلاص. الله يشرح صدر علاوي. مين علي الحركة هذه؟ ما تخاف شايب العزة هون قدم هنا. نبغاها تمشي عشان ناخذ لها صورة لو مشت. هذا الصوت من هون عادي عادي طبيعي. طيب العقرب العقرب ودنا بالعقرب. العقرب وش نوعيته هذا؟ هذا عقرب امبراطوري. أوبو. أيوة. هذا اكبر انواع العقارب في العالم. ودنا يهجم على ذيب ولا هجم على العقرب. يا رجال اجل طق. هذا ب 500 يا بلا. هذه طبعا عكس العقارب اللي هذا يعيش بالغابات الاستوائيه. في الغابات الاستوائيه. أيوة. خله عادي متعودين. تجمع هنا عشان يشوفون تجيب الكاميرا. طيب هذا العقرب. هذا العقرب بسيط. يا سلام يا سلام. هذا وش هو؟ عقرب. قرب كذا للكاميرا. يا سلام. هذا العقرب اشيله انا. ايه
ها؟ اي عادي عادي بس انتبه بس لا تخاف يا ابو عزوز. انا ما ادري تبي تهاجم ولا؟ لا 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 اذا ارفع يديها ها صفوق ها ها انت تحسبني خايف ابو عزوز ها ماني مخايف ها ترى فيها بريتو لا 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 فيها بريتو خذ 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 فكني منها فكني منها يا وجه الله لا سمها ضعيف هذا يا وجه لا اله الا الله طبعا في معلومه عن العقارب كل ما كبرت كلاباتها كل ما سمها الله ايوه ما اقدر اودي يا رجل انت تحسبني خايف لا لا بس لا تبعد لا تبعد بسم الله عليك ماني بخايف بسم الله عليك انا والله يعجبني يا اخوي علي الاقداميه هذه اي ترى امسك هو ايه هو متعود عليها تمسكها والله ايوه امسكها من عند برتها ايوه يا سلام يقول لك معلومه كل ما كبر الايدي لها كل ما قل سميتها صح ولا لا صحيح. بطيح بطيح لا وتفرق في معلومه بعد عرفتها ان اللي جي لونها الاصفر اقوى سم هو المعروف العقرب فلسطين هو اقوى سم يعني اقوى العقارب في العالم لكن في عندك عقرب النيبو ارجله صفراء وجسمه اسود لكن ما هو سام يعني سمه ضعيف جدا ياكل في شعره هل علي عطنا عطنا العقرب علي تعال يو انتم الحين عشان أصدار الله تبري اليوم سرينا عليكم بالليل الحين دويش لبيه نجي اللي هو العقرب هل العقرب سام العقرب سام لكن سمه ضعيف بعد سمه ضعيف ايه من غير لا دواء مع تصريح ترى ايه مع مع يقولون ان السم انه دواء السم دواء ما ادري عاد هذه معلومه ما اقدر صح شوف شلون سمها دواء شوف كيف مسكها مسكها مع ذيلها و يعني باذن الله الله طيب نبغى الاخطار اللي قد جتكم اثناء مزاولتكم لهذه الهوايه يعني ايش اكبر مشكله مرت عليك في انا انا ما جاني مشاكل لكن شريكي يزيد قد انعض من ثعبان اكبر من هذا الاناكوندا لا طبعا هذا الثعبان اسمه الشبكيه الشبكيه هذا اطول من الاناكوندا الاناكوندا اضخم لكن هذا من اطول الانواع في العالم الاناكوندا كان يعصر وهذا يعصر فشريكي مره انعض من يعني كان طوله تقريبا 6 متر طوله 6 متر ايوه و يعني لولا لطف الله كان راح عجيب ايوه لان طبعا ما هي من حيواناتنا كانت اساسا ما هي كانت عند رجال ثاني وراح عشان يشيك له عليها وراح سبحان الله راح انها مو راضي تاكل راح لا قال مو راضي تاكل راح يشوفها وبغت تاكل يزيد يعني يجيكم بدون ايوه ها حيه اي الحين هذه فيها سم الحيه الحيه هذه لا غير سامه ايش رايك في الحيه لا مخلوقه بدون سم ايوه يعني تعض فقط لكن ما تعصر ايوه وهل انتم يعني تربونها حتى تكون اليفه ما تهجم طبعا هي من هي صغيره يبان يعني لك شخص بيتك عبد الله كله حيوانات زواحف ولا كيف يعني ايوه في بيتي ثعبانين ها الله يحفظ بعض انواع السحالي مختلفه كثير انواع وقطاوه طبعا شيء طبيعي ايوه ولا شو بعد في انواع قرود ثانيه مختلفه من البرازيل ومن في قرد اتوقع كان كبر الكف ايوه المارموزيت هذا من هذا موطن الاساسي البرازيل البرازيل ايوه ليه ما جبت اليوم الان باقي عمره صار عمره الان اسبوع عشان كذا منتج يعني عندكم ايوه فما نقدر لازم يكون مكانه دافي يعني ما اقدر اجيبه معي بالسياره مكيف وزي كذا عجيب فالان زي حضانه يرضع حليب عندنا وكل شيء لين بعد الشهر ان شاء الله يتعدى بعد زي حليب الكلاب لا نعطيه حليب بشري حق الاطفال لكن خالي اللاكتوز ايضا نتاكد انه خالي اللاكتوز ما تجيك مشاكل في البيت طيب عطني هذه بقى عندنا الحيوان الاخير هذا تعال انت سم ليش طلع سام الزواحف عامة سحالي وثعابين لا اللسان تشم فيه هي الأنف ما تشم بالأنف لا هي 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 الحين تتحسس هي الحين جت عندي شمت ريحة ذا بتاكل ذا اي ما تشوفني انا قاعد اوخر خلا فوق راس لا هي عارفة وش فريستها هي متعودة ان احنا دائما نشيلها ونوكلها وزي كذا فعارفة ان احنا مو فريسة لها
يا سلام يا سلام سبحان الله. تعرف الفريسة؟ ايوه يعني الحجم الصغير يعني حسام ينخاف عليه. حسام حسام لا تقرب يمنه عادي. ايوه زين ما تجيك مشاكل في البيت يعني مثلا القطو مع الافعى ما تجيك مشاكل؟ لا القطاوة تعرفها يروح كل واحد له مكانه واساسا انا معودهم على بعض يعني عادي يعني توالفين مع بعض الاشياء اللي اقدر اخليها مع بعض عادي لكن مثلا هذا اني احطه مع القطاوة لا القطوة بتصير فريسة جميل. فتعجل هذا عن هذا اي الثعابين اللي عندي في البيت اساسا ثعابين اصغر من هذه هذه حيه لا سحليه عطناها عطنا خبرها صح هذه هذه السحليه هذه صح بدون يدين نادره هذه نادره السحليه عديمه الارجل سبحان الله من السقنقوريات قلت اكيد تعرفون سمكه الرمل اللي هذه ايوه السقنقور هذا من نفس الفصيله لكن سبحان الله بدون يعني كذا ربي خالقها ايوه بدون رجول هذا اشبح بالبحر هي اشبح اليفه هذه بعد هذه اليفه نعم ها؟ كم سعرها هذه؟ هذه ب 1008 1008 تجي في السعوديه ولا لا؟ هذه مو شفت انا عندكم شيء مدرع وشو؟ هذه المدرعه ايه لا بس شفت انا سحليه مدرعه الظاهر في سحليه المدرعه الصغيره صح؟ مبارك وين رحت؟ خصك قنقور معك ها؟ يا سلام لا تطور حسام حسام هذه وين موطنها هذه؟ هذه موطن بشبه الجزيرة العربية موجودة و... أيوة لا برا السعودية في لبنان في سوريا في في مصر أتوقع بعد موجودة الصقنقور موجود عندنا أي سحلية بدون رجوع سحلية عديمة الأرجل سحلية عديمة سوح ما يبغى كامل ستاندر سحلية معاقة وجهه بسم الله عليك بسم الله عليك وجهه بسم الله عليك ايش فيك حسن حسب في انواع في انواع ممكن تحدد فيها من انواع لا ايش فيها زعلانة؟ اي عادي بس ها سلم عليه خشم خشم عطى خشم نبي نعلمها المراجع طيب تعتبر سامة ولا هذه لا لا غير سامة يا سلام يا سلام هذه خلاص كذا راكده هي راكده بس الافضل نرجعها تبي تشوف نحطها هناك نصورها طيب والله كايش وشو نبغى نشوف طولها بس ما الظاهر يمكن طولها 3.5 متر لا بس ابو عزوز معلش بس ما تطق هي يعني تسحب تروح لا لا تروح تاكلها يا حيس الخبره تلعب دور تدري ايش ودي عبد العزيز لبه سناب القناه عندك كواليس الحيه مع الشباب وين السناب اي والله نبي نكلمه اذا بيعطينا اياه عشان نصور يا سلام هذه الكوبرا اللي تلعب كذا يا ولد يا ولد ولا قامت تستعرض يا ولد ها قامت تستعرض هل هي تعرفك انك صاحبها نعم في ثعابين اصلا تحب انك يوم تلمسها وزي كذا بعد سبحان الله يعني كانها قطوه يعني تفهم تحس بالبشر يا سلام يا سلام عبد الله عندي 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 صورها صورها معها حلو 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 راس هنا راس هنا ما في لو تبغى فش فش تعال يا رجال ما علينا من وين الله الاول استغفر هذه صغيرة ترى صغيرة في دبلها اي كم طولها هذه؟ ثلاثة كان التنسيق تجي الأكبر منها الأكبر صحيح وكان التنسيق يجي الورا الأكبر اللي هو شو اسمه؟ الورا السلفادوري ورا التمساح ايوه ثاني أكبر زواحف في العالم نمسكها من الوسط السلفادوري كان بيجيبه ايوه بس لا مو مع الليمون بيصير وجبة اوكي بالله عليك اي اوف ب 40,000 عاد مو برخيص يلا يلا برخيص سل عليك سل عليك هذا رده انا يعجبني القادح انا رده شوف يا محمد والله يا حمد يا وجه الله يلا خلو 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 عيال لا 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 عيال خلي بصور بصور صوره بصور صوره سل عليك سل عليك يا ولد تعال تعال محمد ما عليه ما عليه حمد لا تخاف ولا انا شوف ايش عندك انت سميتني القادح كفو بس ما يحتاج
انت اليوم جاء في يا حمد لبيه من جاء الحلقه الاولى وانت تمسك كراع يد الناقه قرب واحده ثانيه ديتها بصور مع ابو عبد العزيز حبيبي ها تفضل شوي فيصل هنا يا زيد هنا ما عليك انا يا سلام تعال عندي هنا هشام هنا هشام عطنا هشام. واحدة هنا هشام تعال هنا تعال يا رايد تعال صور يو سلنا عليك صورة هشام هنا هش تصور مين هشام هنا هشام صورة مع ابو عبد العزيز صورنا حنا يا ابو عبد العزيز يلا صورنا مع شاي ابنه هاي هشام اقرط لها شاي عند ملاقى صبي ايوه تكرمون الله يسعدك حس اني اكره اخو بسم الله عليك اعاده هلا ابشر لبيه اهو هشام اقرب منه هشام اقرب ما عليك الكاميرا اقرب تعال يا رجال المخرج يقول تعال اقرب يا هشام تعال يقول تعال قرب مالك الكاميرا المخرج يقول لك تعال اقرب المخرج عاوز كذا يا سلام يا سلام شغل تعال يا رجال عاش هشام عاش قدم ايش كومكم مستحي خالف يا سلام وين راسه بس يعطيك العافيه صور يلا يا سلام عليك بقى واحده الاخير وين علي علي مناحي ها يلا عشان اكرك ما سويت حاجه كم وزنه يكون 15 9000 هذا اي في حدود خلاص حمد اجلس بنكمل بعض الاسئله خليك 15 انا خمنت 15 في لا يوصل زياده الحين الكبير وزنه تقريبا حدود ال 50 كيلو في شعير الله طيب حسيت اني ملك الادغال ودنا يا تعطينا يعني من تجربتك كتجارة لا ثبته خلي على راحته خلي على راحته ودنا تعطينا بعض الفوائد اللي استفدتها من خلال تربيتك لهذه الحيوانات الأليفة والغير أليفة عطنا من الفوائد وش اللي ايش اللي اكتسبت ايش اللي زادت شخصية عبد الله ويزيد الحازمي طبعا أول فائدة سبحان الله دائما التفكر